شكرا عزيزتي، وصفتنا اليوم سريعة وهينة وكتير طيبة يلي هي خليط التونة بنحضرها. عنا الكريم فريش أو كريمة الطازة، حامض، سمسم محمص، بقدونس، شمر، بودرة، وعنا الخردل، وعنا البهارات الملونة. نخلطهم مع بعضهم. تونة ريو ماري بزيت الزيتون، وبالخفة نخفقهم مع بعضهم. هاي كانت وصفتنا لليوم، فينا نقدمها مع تشيبس أو مع الخضرة المشكلة، وألف صحتين.